بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها. بسم الله الرحمن الرحيم. الغصب هو الاستيلاء على أموال الغير بغير حق، وهو محرم لأنه اعتداء على أموال الناس، ولأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها. عن عاصم ابن كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار أخبره فقال أن رجلا من الأنصار أخبره فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ووضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته. فلم يوجد أو يوجد؟ فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وفي لفظ له. ثم قال: إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت: يا رسول الله، أخي وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرا منها لم يغير علي، وعلي أن أرضيه بأفضل منها. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، وأمر بالطعام للأسارى. نعم. هذا فيه أنه لا يجوز الأكل من مال مغصوب، سواء كان لحما أو غيره. وهذه الواقعة في لحم شاة غصبت، ذبحت، قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي من الله لأن هذه الشاة مغصوبة، فتركها صلى الله عليه وسلم. فبينت المرأة يعني الطريقة التي حصلت بها على هذه الشاة، اتضح أنها مغصوبة لأن صاحبها لم يأذن بها. نعم. فيه دليل على تحريم الأكل من المال المغصوب. نعم. باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. ضمان المتلف بجنسه، من أتلف مالا لأحد سواء كان متعمدا أو غير متعمد فإنه يضمنه بجنسه، لأن أموال الناس لا تحل
إلا بطيبة من أنفسهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يجوز أن الإنسان يعتمد على الثقة بينه وبين الآخرين، لا يجوز هذا، لا بد من طيب النفس بالمال. نعم. باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. رواه الترمذي وصححه، وهو بمعناه بسائر الجماعة إلا مسلما. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها ويأكل عندها، فصادف أن يوم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها، فأرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضبت عائشة رضي الله عنها، ضربت في القصعة، تناثر الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام فجمع، وأمر بقصعة بدل القصعة التي كسرت، فقال: كلوا طعام بطعام وقصعة بقصعة. دل على ضمان المغصوب بمثله، قصعة بقصعة، فالمغصوب إذا أتلف فإنه يضمن بمثله، والطعام إذا أتلف فإنه يضمن بطعام مثله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي كانت مع السبي في وقعة الأحزاب، وقعت في سهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها سبي مملوكة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. هذه أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم عائشة، غضبت عائشة من ذلك، كسرت القصعة وانتثر الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة سليمة بدلها وأعطاها لصفية، وأمر بالطعام فجمع ووضع في قصعة، فأكل الصحابة منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا قصعة بقصعة وطعام بطعام. دل على أن المغصوب يضمن بمثله إذا تلف أو أتلف. نعم. باب جناية البهيمة. جناية البهيمة إذا كانت بهيمة
معها صاحبها، فإن كان يسوقها وأصابت بيدها أو رجلها شيئا فإن صاحبها يضمن ذلك، وإن كان راكبا عليها أو يقودها فإنما يضمن ما أتلفت بيديها، ولا يضمن ما أتلفت برجلها. جاء في الحديث رجل العجماء جبار، يعني هدر. نعم. لأن السائق والراكب لا يسيطر على رجل الدابة، إنما يسيطر على مقدمها، فما أتلفت بيديها أو بفمها يضمنه، وما أتلفت برجلها فإنه لا يضمنه. نعم. باب جناية البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. العجماء أي البهيمة، سميت عجمة لأنها لا تتكلم. جرحها إذا جرحت أحدا فهو جبار، يعني هدر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. رواه أبو داود. يعني رجل البهيمة جبار، لأن سائقها أو راكبها لا يسيطر على رجلها، إنما يسيطر على يدها وفمها. نعم. وعن حرام ابن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا حكم واضح في ما أفسدته البهائم، فإن كان بالليل فإن صاحبها يضمن، لأن على أهلها ضبطها بالليل، وأما إذا كان في النهار فما أفسدته البهائم فإنه لا يكون على أهلها، لأن على أهل الزروع أن يحفظوها في النهار، وأما في الليل فعلى أهل البهائم ضبط بهائمهم، فما أتلفته البهائم بالليل فهو على أهلها، وما أتلفته بالنهار فإنه هدر، لأن على أصحاب المزارع وأصحاب الحرث حفظ ذلك في النهار. نعم. وهذا حصل لداود وسليمان عليهما السلام، إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته بالليل، فداود عليه السلام حكم بأن صاحب الزرع يأخذ البهائم بدل زرعه الذي أتلفته ويمتلكها. هذا حكم داود عليه السلام. فلما وصل الخبر إلى سليمان وكان جالسا حوله، خالف أباه في الحكم فجعل على أهل البهائم حفظها بالليل، وعلى أهل الزروع حفظها بالنهار، فما أتلفته البهائم بالليل يكون على مالك البهيمة، وما أتلفته في النهار يكون هدرا، لأن هذا بتفريط من صاحب الزرع، لأن عليه حفظ زرعه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، أن
أنه لا يملك البهائم، صاحب الزرع لا يملك البهائم، وإنما يأخذ عوض زرعه فقط. إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان عليه السلام على كل منهما السلام، وكلا آتينا حكما وعلما. هذا فيه أنه إذا اجتهد الحاكمان، إذا اجتهد الحاكمان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فإنه يثنى عليهما جميعا، لأن هذا اجتهد فأخطأ وهذا اجتهد فأصاب، فلا يلام من أخطأ، الاجتهاد لا يلام من أخطأ فيه، لا يلام من أخطأ في الاجتهاد. نعم، كلنا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني. نعم، إيقاف البهائم في دروب المسلمين وسكك المسلمين هذا خطأ، فإذا حصل من هذه البناء، من هذه الدابة جناية، إن صاحبها يضمن جنايتها سواء برجلها أو بفمها أو بيدها، لأنه ليس له أن يوقف بهيمته في طريق الناس. نعم. ومثله السيارة، إذا أوقفها في الطريق واصطدم بها أحد إنه يضمن هذا، لأن الطرق يجب أن تكون فاضية، لا يوقف فيها شيء ولا يجعل فيها ما يعثر السائرين. نعم. وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المارة. هذا يعني الذي ورد، إنما إذا وقفها في طريق ضيق وحصل منها جناية على المارة فإنه يضمنها، لأنه ليس له أن يوقفها في طريق ضيق. أما إذا كان الطريق واسعا بإمكان الناس أنهم يمرون ويتركون البهيمة في مكانها، فلا ضمان على صاحب البهيمة لأنه لم يعتدي في ذلك ولم يفرط. نعم. باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. الصائل هو المعتدي الذي يعتدي على أحد في نفسه أو في أهله أو في ماله، هذا يسمى صائلا يعني معتديا، فيضمن ما ترتب على صيالته، لأن أموال الناس محترمة. نعم. باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله. الصائل إذا صال، الرجل إذا صال عليه أحد، صال عليه أحد يريد أهله للفجور بهم، أو يريد ماله ليأخذه، فلصاحب المال أن يدفع الصائل، أن يدفع الصائل بما يكف شره، لأنه ظالم. فإن قتل المصول عليه فهو شهيد، إن قتل المصول عليه في دفاعه عن نفسه وعن ماله فهو شهيد. نعم. باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. يعني ضاربه، إذا
يحتاج إلى مضاربة يضربه. نعم. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم وأحمد. نعم، إذا صال أحد على أحد معصوم الدم والمال والحرمة، فإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لأنه يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن أهله، فهو شهيد عند الله، له أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وإن قتل الصائل فهو في النار لأنه معتدي. نعم. وفي لفظ: يا رسول الله، أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. نعم، الصائل إذا قتل فهو في النار لأنه ظالم، وأما المصول عليه إذا قتل دون أهله دون ماله فإنه يكون شهيدا، فإنه يكون شهيدا لأنه مظلوم، وهذا ما يسمى بدفع الصائل. نعم. وفي لفظ: يا رسول الله، رأيت إن عدا على مالي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: انشد الله. قال: يعني خوفهم بالله، خوفهم بالله ليكفوا عن عدوانهم. نعم. قال: فإن أبوا علي؟ قال: قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. فيه من الفقه أنه يقول المؤلف، يقول المؤلف المجد رحمه الله، نعم، فيه من الفقه، فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فإن كان يندفع بنهيه وزجره لم يجوز له أن يضربه، وإن كان يندفع بضربه فلا يقتله، وإن كان لا يندفع إلا بقتله فإن له أن يقتله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. نعم، فيه أن المسلم لا يفرط بماله ولا يجعل الصائل يأخذه، وإنما يدافع عن ماله، له أن يدافع عن ماله بالضرب حتى بالقتل إذا لم يدفع إلا بقتله وهو هدر. وأما إذا قتل المصول عليه فهو شهيد لأنه مظلوم. نعم. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. نعم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. سعيد بن زيد بن الخطاب، عمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، شهيد بمعنى أن له أجر الشهداء، ولكن لا يعامل معاملة الشهيد في المعركة. الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها.
لا يغسل لأنه شهيد، ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها ليلقى الله بها سبحانه وتعالى. نعم. من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. يعني له أجر الشهيد، وليس هو شهيد المعركة الذي لا يغسل ولا ويكفن بثيابه. نعم. باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. نعم. المصول عليه لا يلزمه أن يدافع عن نفسه، لكن له أن يدافع عن نفسه، يباح له أن يدافع عن نفسه، ولكن غيره ممن يقدر على حمايته يجب عليه ذلك، لا يسلمونه. والمسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يسلمه، لا يتركه للظلمة، بل يدافع عنه. نعم. باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. ويلزم الغير الدفاع عنه. نعم. مع القدرة على ذلك. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد. ابن آدم هابيل وقابيل، لما تقبل الله من هابيل، لا تقبل الله من قابيل، كانوا في وقتهم إذا تصدق الرجل بالصدقة فإنها إذا قبلت تنزل نار من السماء فتأكلها، وإذا لم يتقبل فإنه لا ينزل عليه نار، يبقى المال ولا تنزل عليه نار، وإن كان صاحبه قد تصدق به أو بذله لله عز وجل، إذا لم يقبل لا ينزل عليه نار. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أحدهما نزلت نار فأكلت قربانه، قال لا أقتلنك، حسده على ذلك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا لما قتل أخاه، ما يدري ماذا يفعل بجنازته، ما يدري ماذا يفعل بجنازته، يعني فتورط فيها ولا يدري ما يفعل بها، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواء أخيه، فلما رأى الغراب يبحث في الأرض حفر لأخيه ودفنه فيها، يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. نعم. وعن أبي موسى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد. يعني يكف يده عن المعتدي، مثل ابن آدم لما كف يده عن قتل أخيه وقتله أخوه، فإن الله سبحانه وتعالى توعد القاتل، ودل هذا على أنه
على أن المعتدي أنه ظالم وأنه متوعد بالوعيد اعتدائه على الأنفس أو على الأموال أو على يعني ممتلكات الناس أو مختصاتهم. لا يجوز الاعتداء على حق أحد. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيت فإن دخل. نعم. يعني لا تشارك في الفتنة، إذا تقاتل الناس أمسك أنت ولا تدخل معهم، وإن دخل عليك بيتك فلك أن تدافع عن نفسك. نعم. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني أنه ابني آدم. نعم. كما عرفتم قصة ابني آدم التي ذكرها الله في القرآن: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يكون الإنسان مثل هذا، مثل الذي كف يده. هذا إذا كان قتاله للمعتدين يزيد الفتنة، يزيد الفتنة فتنة، فإنه لا يزيد الفتنة بل يكف. أما إذا كان لا يزيد الفتنة فله أن يدافع عن نفسه. ولذلك الخوارج لما دخلوا على عثمان رضي الله عنه أمر من حوله أن يكفوا أيديهم وأن يكفوا سلاحهم، فقتلوه رضي الله عنه، قتلوا عثمان رضي الله عنه شهيدا في داره. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم. يعني لا تبادر إذا حصلت الفتنة، عليك أن تتأخر عنها مهما أمكنك ذلك ولا تدخل فيها. نعم. إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. نعم. ما أمكن الإنسان يتأخر عنها، عن الفتنة، فإنه يفعل. نعم. اتقاء لشرها وتقليلا من امتدادها. نعم. قال: أرأيت إن دخل على بيتي، علي، أرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، قال: كن كابن آدم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كن كابن آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نعم. وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رواه أحمد. المعتدى عليه إذا كف كابن آدم، فإذا كف فإن هذا أفضل له، ولكن على من حضر من المسلمين أن يدافعوا عن أخيهم ولا يسلموه لهم. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، ما يسلم أخاه المسلم للظلمة، يدافع عنه. نعم. من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رواه أحمد.
فدل على كف الظلمة والمعتدين عن المسلمين، لا يجوز تركهم يعيثون في الأرض فسادا. نعم. باب ما جاء في كسر أواني الخمر. نعم، كسر أواني الخمر. الصحابة لما نزل تحريم الخمر وهم بالمدينة خرجوا إلى القرب التي فيها الخمر، شققوها وتركوها تسيل في شوارع المدينة. نعم. باب ما جاء في كسر أواني الخمر عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي والدارقطني. نعم، فإذا كان الخمر يمتلكه قصار فإن وليهم يكسر أواني الخمر ويترك الخمر تسيل ويتلفها وليهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، وهي الشفرة، السكين، يعني السكين، المدية والشفرة والسكين بمعنى واحد. نعم. فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: أغدو علي بها، ففعلت. نعم، أرسل بها فأرهفت، يعني حدت في الآلات التي تجعلها حادة. نعم. فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: أغد علي بها، يعني تني أول النار بها. نعم. ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. رواه أحمد. نعم، دل على إتلاف الخمر وإتلاف أوانيها التي هي معبأة فيها، لأن هذا من إنكار المنكر ومن إزالة المحرم عن أسواق المسلمين، فولا حرمة لها، لا حرمة لها ولا حرمة لأوانيها التي هي فيها، لأنها رجس من عمل الشيطان. نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. وعن عبد الله ابن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. رواه الدارقطني. نعم، مصنوعة، يعني الخمر مصنوعة من التمر ومصنوعة من الزبيب، يعني يطرح الزبيب والتمر في الماء ويترك حتى يغلي ويشتد يصير خمرا. نعم. كتاب الشبعة. الخمر من أي مادة كانت، من أي مادة كانت تسمى خمرا حقيقة. الحنفية يقولون
إن كانت من العنب تسمى خمرا حقيقة، أما إن كانت من غير العنب فإنها تسمى لا تسمى خمرا حقيقة، يعني لغوية ما تسمى خمرا في اللغة، ولكنها حرام، ولكنها حرام من أجل إسكارها، ولكنها لا تسمى خمرا. الخمر عندهم ما كان من العنب، معصورا من العنب عند الحنفية، والنتيجة واحدة بينهم وبين الجمهور، هم كلهم متفقون على تحريمها وعلى إتلافها، إنما الخلاف في التسمية أمر سهل. نعم. كتاب الشفعة. نعم. كتاب الشفعة نقف عليها، خلها الدرس الثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يفهم من هذا الدرس أنه يجوز للإنسان أن يترك بهائمه في النهار ترعى حتى وإن دخلت إلى مزارع الناس؟ أي نعم، على أهل المزارع أن يكفوا عنها البهائم في النهار، وتترك البهائم ترعى الكلى ولو كان قريبا من المزارع، لأن على أهل المزارع أن يحرسوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأنه إذا اعتدى أحد على أهل شخص فإنه عليه أن يخلي سبيله ويسلم إليه أهله إذا كان عاجزا وليس عنده قدرة، مستدلا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سلم زوجته إلى والي مصر، هل هذا الكلام صحيح وهذا الاستدلال؟ سلمها إلى والي مصر ومعها ملك من الملائكة يكفه عنها، ما وصل إليها، ما وصل إليها ولا قرب منها، لأن معها ملك من الملائكة يحميها من شره. نعم، هذا خاص بإبراهيم عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قتل المصول عليه قتل الصائل بعد دفعه بما استطاع ولم يكن لديه بينة على أنه صال عليه، فهل يحكم عليه بالقصاص؟ هذا عند القاضي، عند القضاء، هو اللي يستقصي في هذا الأمر ويحكم بالقصاص أو عدمه، عند القاضي قضية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم المغصوب: أطعموه الأسارى، هل لأنهم كفار فيطعمون من هذا؟ يطعم للأسارى، ما يهدر ولا يضيع، يطعم للأسارى لأنهم بحاجة إلى ذلك، والمحتاج يطعم من مثل هذا. نعم. شدة حاجتهم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعذر المكره على فعل الكفر كأن يقرب قربانا لصنم أو قبر، أم لا يعذر بذلك؟ لا يعذر بذلك، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، لا يجوز للمسلم أن يعمل ما يخل بدينه من أعمال الكفر وأعمال الردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طرأ على الإنسان في الصلاة مدافعة الأخبثين فهل يلزمه أن يقطع صلاته؟ إذا كان وصل إلى حالة لا يستطيع الاستمرار يقطعه، أما إذا كان بإمكانه الاستمرار إنه يكملها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الرجل الذي يترك بهائمه كالجمال مثلا يتركها في الليل تمشي في الطرق فتجني على شخص باصطدامها بسيارته، يقول: ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ لا ضمان عليه، من تركها حول الطريق، طريق السيارات، تركها حول طريق السيارات ودهست فلا ضمان على من دهسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما أنزل ضيفا، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندما أنزل ضيفا على والدي الكافر، هل يجوز لي أن أستخدم الأواني التي يستخدمون فيها خمرا بعد أن أقوم بتنظيفها؟ إذا نظفتها وغسلتها فلا بأس. نعم، أما قبل أن تنظفها لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم النبيذ، وهل هو خمر، وهل هناك مدة معينة للتخمير جوازها وعدمه؟ يجوز النبيذ أن يعني ينبذ التمر أو العنب في الماء من أجل أن يكون الماء حلوا بسبب ذلك، ولكن إذا اشتد أو بلغ 4 أيام فإنه يراق. نعم، ولا يشرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عائلة تريد الذهاب إلى العمرة وعندهم خادمة، فهل يجوز لهم أن يسافروا بها معهم للعمرة إذا لم يكن معها محرم؟ نعم، هي تبع لهم، تكون مع العائلة ومع النساء لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الخمر على الكافر أم لا يجوز ذلك، وكذلك بيع اللحوم الجائزة بالنسبة لهم والمحرمة عندنا؟ لا يجوز بيع المحرم لا على كافر ولا على مسلم، ولا يجوز أكل ثمنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تسأل فتقول: ما حكم قيامي بعملية زراعة للقلب، حيث إنني مريضة بالقلب وقد أمرني الطبيب بهذه العملية، هل يجوز مثل هذا الإجراء شرعا؟ إذا قرر الأطباء، 3 من الأطباء، هذه العملية فلا بأس، هذا من العلاج والتداوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل مسن يسأل فيقول: إنه لا يستطيع الاستنجاء بنفسه، فهل يجوز لأبنائه أن يجلبوا له خادما ليقوم بذلك، أم أن على الأبناء أن يتولوا ذلك بأنفسهم؟ لا بأس بذلك، لكن لا يكشف عورته، يكون من تحت، من وراء حائل، ينجيه من وراء حائل. نعم، هو الخادم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل وأيضا يجعلون على أيديهم، يجعلون على أيديهم لفافة أو يلبسون عليها شيئا، ما يباشرون مس العورة بدون حائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سؤال الناس بغير حاجة؟ حرام سؤال من غير حاجة، فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستفسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص فيه مس ويعجز عن إتمام
بعض الواجبات والأركان في الصلاة. رجل فيه مس. نعم. ويعجز عن إتمام بعض الواجبات والأركان في الصلاة، فهل تكفيه صلاة الإمام وأركانه؟ لا، ما يكفيه، لكن يعذر، هو يعذر بما عجز عنه، يعذر عند الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يستطيع ويعذر فيما لا يستطيع. نعم. أما الإمام فهو ما يتحمل عنه الأركان والواجبات في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة التي تكون في العدة في زمن الإحداث، هل يجوز لها أن تذهب لزيارة أحد أقاربها؟ في النهار يجوز لها أن تخرج في النهار لحاجة، إما شراء حاجة ليس عندها من يشتريها لها، أو تزور قريبها المريض لتراقب علاجه وتنظر إلى حالته، لا بس في النهار، أما الليل لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: رجل مقيم في فرنسا يشتغل في مصنع ولا يمكن له أن يتوقف لأجل الصلاة، فيصلي على حاله وهو واقف، وعند تكبيرات الانتقال يحرك رأسه فقط. سؤاله: هل هذه الصلاة جائزة شرعا؟ وما حكم الصلوات السابقة؟ لا يجوز هذا، يؤدي الصلاة على هيئتها وكيفيتها، يشترط على أهل المصنع وأهل المتجر، يشترط عليهم ذلك لأنه مسلم، فيمكنه من الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الإمام إذا جلس بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية جلس ناسيا، الإمام إذا جلس بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية جلس ناسيا ثم نبه على هذا فقام، هل إذا قام يكبر فيقول الله أكبر؟ لا، تكبيرة التي قام بها من السجود تكفي، تكبيرة الانتقال، فيقوم من غير تكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إنه يعاني من خروج الغازات لوجود ما يسمى بالتهاب القولون عنده، وهذا أمر دائم معه حتى في الصلاة. سؤاله: أثناء الصلاة تأتيني هذه الأمور، فهل أقطع الصلاة ثم أرجع وأتوضأ؟ لا، تصلي على حسب حالك، لكن لا تتوضأ إلا عندما تريد الصلاة، عندما تريد الصلاة تتوضأ وتصلي ولو خرج منك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: هل يجوز ما يسمى بالاحتفال بعد الزواج بسنة؟ لا، الاحتفال ليلة الزواج، وأما بعد 40 أو بعد سنة هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج مال الزكاة لشخص لأجل أن يعتمر أو يحج به؟ الحج نعم، له أن يعطي الفقير ما يحج به من الزكاة، لأن الحج جهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيساعد المجاهد سواء بالحج الفريضة أو بالغزو أو غير ذلك، يساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول إنه تزوج امرأة كتابية، فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي؟ نعم، يلزمها بالحجاب الشرعي،
لأن هذا أستر لها وأبعد عن الفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم منع المرأة نفسها عن زوجها لأجل أنه مقصر في الواجبات الشرعية كالصلاة ونحوها؟ إذا كان هذا مما يردعه، إذا كان هذا مما يردعه ويؤثر عليه بأن يلتزم، فنعم يجب عليها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أدرك صلاة الجماعة مع الإمام وهو في التشهد الأخير، هل يتم ويقعد معهم للتشهد الأخير أم أنه ينتظر جماعة أخرى؟ إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أن هناك جماعة قادمة إنه ينتظرها، أما إذا كان ما يعلم ولا يغلب على ظنه إنه يدخل مع الإمام فيما بقي ولو في التشهد الأخير ليحصل على المتابعة والأجر من الله. وأما إدراك الجماعة الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، بركعة كاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الأواني تستخدم في الخمر وفي غيره وقد استخدمت في الخمر، فهل يجب كسرها أم أنه يجوز استعمالها في أمر آخر؟ تغسل الأواني، تغسل بالماء وتطهر، تغسل ولا تكسر، إنما تغسل بالماء حتى تنظف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستأجر رجلا وأتعامل معه وهو مقيم على شرب الخمر؟ لا تستعمل مثل هذا، نستعمل الذي لا يعاقر الخمر ولا يطربها، لأنه إذا استأجرته وهو يشرب الخمر تكون شريكا له في الإثم، أو قد يؤثر على أولادك أو على من حولك، يكون قدوة سيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من بدأ في أشواط السعي بين الصفا والمروة وعند الشوط الثالث احتاج إلى دورة المياه حاجة ماسة، هل له أن يذهب ويقضي حاجته ثم يكمل من الشوط الثالث، أو أنه يبدأ الأشواط من جديد؟ لا، يذهب ويقضي حاجته ويرجع ويكمل، بس الشوط اللي حصل إنه قطع يبدأه من جديد، أما ما قبله فهي أشواط صحيحة ويبني عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لا تخرج إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين دفع الصائل عن الأهل وبين دفعه عن المال، بمعنى أنه يجب الدفع إذا صال على الأهل بخلاف المال؟ واجب في الجميع، يجب أن يدفع الصائل عن ماله وعن أهله وعن نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا طلبت المرأة الطلاق لأجل أن زوجها يسيء إليها، فهل هذا محرم شرعا؟ لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان مقصرا في حقها، كان مقصرا في حقها ولها أن تطلب الطلاق، أو كان عاصيا في دينه
فلها أن تطلب الطلاق إذا لم يتب ويترك المعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول: هل هناك أمور أخرى غير هذه الثلاث؟ هذه شاملة، الصدقة الجارية الوقف، يعني المراد بالصدقة الجارية الوقف الذي ينتفع به، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، بأن ترك مؤلفات في العلم النافع، فهذا يكتب له الأجر في هذه المؤلفات النافعة. أو أنه ترك تلاميذ وطلاب أيضا، هذا يؤجر عليه، لأنه من العلم، من ترك العلم النافع في النفس. أو ولد صالح يدعو له بعد موته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا فيه ولد صالح يدعو له، فيه الحرص على تربية الأولاد على الصلاح والاستقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب لمثل هذه المسألة. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأختمه ثم أهدي ثوابه إلى الميت؟ هذا ما ورد فيه دليل، ولكن تدعو له عند ختم القرآن، تدعو له ولنفسك ولمن تريد عند ختم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الشباب هداهم الله يقفون على الطريق العام بسياراتهم ويتكلمون وقد أغلقوا الطريق كاملا، وهذه عادة مستمرة لبعضهم. سؤاله: هل يجوز لي أن أدعو عليهم إذا صنعوا ذلك؟ بدلا أن تدعو عليهم، بلغ المرور، إزهم على المرور وبلغه على بالحال، المرور يمشيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إمام يقرأ الوردة، فلما كلم في ذلك ونصح قال: أنا أعلم بما فيها وأقرأها، فلماذا تصلي خلفي؟ سؤاله: هل يجوز أن أصلي خلف هذا الرجل؟ ما يكفي أنك ما تصلي خلفه، هذا يجب أن يعزل عن الإمامة، يبعد عن الإمامة. البردة فيها شركيات، لا تجوز قراءتها واستعمالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع الملابس المستعملة التي تأتي من دول الكفر وتباع في أسواق المسلمين وسبق استعمالها من الكفار؟ لا بأس بذلك، وكان الصحابة يصيبون الثياب في المغازي ويلبسونها ويصلون فيها، ما لم يشاهد عليها نجاسة فتغسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخمر نجسة؟ فإذا أصابت الثوب يجب أن تغسل؟ نعم، الخمر نجسة ويجب غسلها إذا أصابت البدن أو الثوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في بعض حفلات الزواج أنهم يبدأون بتلاوة بعض الآيات، ثم بعد ذلك يأتون بأشعار وما يسمى بالشيلات تشبه الأغاني، هل يجوز ذلك؟ وهل في هذا استهانة بالقرآن بإتباعها بمثل ذلك؟ نعم، هذا منكر، لا يجوز أن يقرأ القرآن ويتبع بالشيلات والأغاني، هذا من المنكر، ينزه القرآن عن مثل هذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندنا إمام اعتاد إذا صلى على الجنازة
أنه يرفع صوته بهذا الدعاء وهو: اللهم إنك تجد من تعذبه غيره ولا يجد من يرحمه غيرك، فما حكم هذا الدعاء؟ هذا دعاء غير وارد، ما نعلم أن هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة ما يقال فيها إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للعقيقة عن المولود، هل هناك سن معين تسقط بعده كالبلوغ مثلا؟ نعم، إذا بلغ فات محلها، إذا بلغ فات محلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول إنه مصاب بمرض البواسير وهو متردد في إجراء الجراحة لما فيها من الخطر وكشف العورة، يقول: هل عليه أن يصبر ويحتسب، أم أن الواجب عليه أن يتداوى ويجري هذه العملية؟ يجري هذه العملية ويتوكل على الله، وكشف العورة يتسامح به من أجل هذا. يجوز كشف العورة للتداوي، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة أصابها مرض ولا تستطيع الإمساك من ناحية الطهارة، وقد تركت الصلاة لأجل عدم الطهارة فنصحت، لكنها ما زالت تأبى، تقول: حتى يأتيني دليل واضح يجيز لي أن أصلي وعلي نجاسة، فما حكم مثل هذا الفعل؟ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. عليها أن تفعل ما تستطيع، والذي لا تستطيعه لا تؤاخذ إذا تركته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الموعظة في المقبرة عند دفن الميت؟ ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله إلا مرة لأجل سبب، أو أنهم وجدوا أن القبر لم يكمل إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم ينتظر إكمال إعداد القبر، وجلس أصحابه حوله فوعظهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم بحالة الميت وماذا يعرض له بعد الموت. إذا حصل مثل هذا فلا بأس، أما بدون سبب لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل صحيح أن التعزية بالميت إنما تكون بعد دفنه فلا يعزى أهله قبل ذلك؟ يعزون إلى ثلاثة أيام يعزون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إنه ممرض ويشتغل، يقول، في العناية المركزة، وأحيانا يقول إنه ممرض ويعمل في العناية المركزة في المستشفى. نعم. يقول: أحيانا يكون بعض المرضى كافرا، فهل يجوز لي إذا رأيته يحتضر أن آتي إليه وألقنه الشهادة، وإذا قالها فهل يحكم بإسلامه؟ إذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه إسلام، كل يسلم عند بلوغ الغرغرة، كل يسلم، ولكن لا يقبل إسلامه إذا لم يكن مسلما قبل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تأتي إلى المسجد وتدخله وهي حائض لأجل حضور الدروس العلمية؟ لا، ما يجوز لها أن تجلس في المسجد وهي حائض، يجوز لها المرور لأخذ شيء، ولا تجلس، لا الجنب ولا الحائض، ما يجلس في المسجد الجنب ولا الحائض حتى يغتسل.
من الحيض، تغتسل من الحيض عند نهايتها، أو الجنب يغتسل عن الجنابة ثم يجلس في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات رجل وكان من جيران المسجد، فهل يجوز للإمام أن يخبر بموته عن طريق مكبر الصوت، أم يكون هذا من النعي المنهي عنه؟ هذا ما هو من النعي، هذا من إعلامهم لأجل الصلاة عليه والدعاء له، وما هو من النعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بالنسبة للجنوب، هل يجوز له أن يدخل إلى المسجد بعد أن يتوضأ دون اغتسال؟ إذا كان محتاجا للجلوس في المسجد يتوضأ ويجلس في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا رجل يسأل فيقول: انتشر مقطع فيه امرأة تأم الرجال، فهل يجوز هذا الأمر؟ وهل هناك من المذاهب الأربعة من قال بجوازه؟ أبدا. وفي الحديث: لا تأمن امرأة رجلا، ما يجوز للمرأة أن تأم الرجال ولو رجلا واحدا، هذا من اختصاص الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد الانتهاء من التشهد الأخير وقبل السلام، هل هذا محل للدعاء؟ نعم، محل للدعاء بعد الاتيان بالتشهد الأخير، له أن يدعو بعده. نعم، إلى السلام. نعم. ثم يقول حفظكم الله: وكذلك بعد السلام من الصلاة، هل هو محل للدعاء ويشرع فيه رفع اليدين؟ رفع اليدين لا، ولكن يدعو بعد السلام أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت، يقول السائل: إذا كنت في الصلاة وأمامي في الصف الذي أمامي فرجة، فهل يجوز لي أن أتقدم إلى هذه الفرجة وأمشي خطوات؟ نعم، بل يجب المسير إلى الفرجة لسدها، ولو أنت في الصلاة تمشي وتسد الفرجة التي أمامك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اعتاد أن يصافح من على يمينه وعلى يساره بعد صلاة الفريضة، هل هذا أمر مشروع أم أنه ينكر عليه؟ نعم، يقال له هذا ما هو مناسب، المصافحة بعد السلام ما هي مشروعة. إيش السؤال؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من اعتاد المصافحة من على يمينه وعن يساره بعد لا ما يصافح، كذلك ما يصافح من على يمينه وعلى شماله، يكفي قوله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على نفسه وعلى الحاضرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سجود الشكر شرع عند حصول نعمة، بعض الناس اعتاد أنه إذا صلى كل فريضة أنه يسجد بعد ذلك سجود الشكر شكرا لله عز وجل على أدائه للفريضة، هل هذا مشروع؟ هذا ما هو تجدد نعمة، سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، والصلاة الفريضة ولله الحمد دائمة مستمرة، هي متجددة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خسف القمر أثناء وقت صلاة الفريضة، فهل يكتفى بالفريضة إذا كان وقت الخسوف يسيرا؟ لا، ما يكتفى بالفريضة، إن أمكن صلاة الكسوف تصلى، وإذا لم يمكن فإنها تسقط صلاة الكسوف.
إذا لم يمكن فعلها تسقط لأنها سنة ليست واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب على الأب أن يقيم أبناءه من النوم لكل صلاة، أم أنه يكفي أن يأمرهم أمرا عاما؟ لا، يجب عليه أن يقيمهم وأن يضربهم إذا تأخروا، ما يخليهم يتساهل معهم يقول أنا قلت لهم بالأول وخلاص. لا، كل فريضة يأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، واصطبر، شف في مشقة تصبر عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندي محل وأقوم ببيع البضائع، فإذا جاءني رجل مسلم فإني أعطيه بسعر معين، وأما إذا جاءني رجل كافر فإني أزيد عليه في السعر، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، ما يجوز لك هذا الأمر، ما يجوز لك هذا الأمر إلا أنك تبيع على الناس سواء، المسلم والكافر، المسلم والكافر تبيع عليهم بقيمة موحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: إذا وجد في السلعة عيب، فهل يجوز لصاحبها أن يكتم هذا العيب إن كان يسيرا؟ لا، ما يجوز له أن يكتم العيب الذي في السلعة وهو يعلمه، ما يجوز له أن يكتم عيبا يعلمه في السلعة، بل يبين هذا العيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الراجح في وقت الإجابة أو في وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟ أرجح الذي رجحه الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا الذي رجحه الإمام أحمد. نعم. انتهى وفقكم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا